اهلا وسهلا، تعال خلنا اقول لك على طريقه تقديم مضاد حيوي للطيور يحميهم من الامراض الموسميه ويرفع المناعه، مضاد الاكسده وفي له كثير من المنافع. دائما اقول انه ضروري نوفر للطيور نظام صحي قد ما يقدر يكون متكامل، ومن اهم العناصر اللي نقدمها للطيور هو الفيتامين سي. عشان نسوي مضاد حيوي راح نستخدم حبه ليمون على 500 ملي من الماء. اهم حاجه نقدم الليمون بشكل مباشر لهم، خففوا مع المويه مثل ما قلنا قبل شوي. شكرا لكم.